لم تهطل الأمطار في بعض مناطق البيرو منذ قرون عدة، ولكن هذا لا يعني أنها مقفرة أو بلا حياة برية. عبور الصحراء عبر الطريق السريع الأمريكي يمكن أن يشكل نصف المتعة. هناك صحراء تمتد على طول الساحل الجنوبي للبيرو، وهي الأجف في العالم، أجيال لم تشاهد المطر، وما زال الناس يتدبرون معيشتهم هناك. أنا مسافر إلى هناك مع صديقين، أحدهما عالم الآثار الأرجنتيني أكسل نيلسون. الطريق السريع الأطول في العالم والممتد من ألاسكا في الشمال إلى الرأس الجنوبي لتشيلي أطول ب18,000 كيلومتر من الطريق السريع الأمريكي. هذا الامتداد في البيرو ليس بحاجة إلى صيانة كثيرا نظرا لكونها نادرة المطر. إنه جديد إلى حد ما، لكنه يتآكل رويدا رويدا. كل شخص يأتي إلى البيرو يأتي إلى ماشو بيشو؟ نعم بالضبط، معظم القادمين إلى البيرو لا يذهبون جنوبا على طول طريق أمريكا السريع، يذهبون إلى حيث الغابات الخضراء. نذهب إلى حيث لا يوجد نباتات، وهناك 1,000 كيلومتر من الصحاري المدهشة حيث لا يوجد أي أثر للحياة تستطيع أن تراها. هناك حياة بالطبع. نعم، إنه من السيء جدا أن لا يأتي الناس إلى هنا، لأنها تمثل تجربة مختلفة جدا. انظر إلى هذا المنظر، قد تكون هذه الصحراء الأجف في العالم، لكن على مسافة بضع مئات من الكيلومترات إلى الشرق منها تقع جبال الأنديز الغزيرة الأمطار، وعندما تهطل الأمطار تسيل إلى هذه الوديان الخضراء، ويصبح بالإمكان الحصول على محاصيل وفيرة مثل قطن شعب الإنكا القديم. لقد كبرت بجوار حقول القطن، حتى أنني قطفت القطن في صغري. لا يتجاوز طول نباتاتنا في أريزونا المتر، أما هنا فتصل إلى ارتفاع 3 أمتار وربما إلى أطول من ذلك. لم أرى شيئا مماثلا لها. بدأ القطن في النمو هنا منذ حوالي 5,000 سنة. لقد كان أحد أول المحاصيل التي زرعت هنا. لقد كان مهما للنسيج لشبكات صيد الأسماك. هذا مدهش، أعني أنها مثل غابة لنباتات القطن. على ما يبدو فإن قطن العالم القديم وقطن العالم الجديد نباتان مختلفان. في الحقيقة لهذا القطن ألياف طويلة جدا، لذا فإنه ذو نوعية أفضل بكثير من قطن العالم القديم. يندر المطر على هذه الأرض، لكن المحيط يعج بالحياة. يمكننا أن نراه من الأسفل إلى أعلى جزيرة باليستاس. حسنا سننطلق. المركب الذي سيأخذنا إلى باليستاس بوينوس دياس. كيف حالك أيها الكابتن؟ هنا يمكننا أن نرى أسود بحر بالغة وصغيرة. هم سكان دائمون بالنسبة إلى الجنوب والشمال وإلى جزيرة كينكاس. هذه الحيوانات مستقرة هنا بسبب وفرة السمك الموجود في هذه المياه. يمكنك أن ترى بطريقا آخر فوق الصخور فقط في ذلك الشق الصغير. يمكنك أن ترى صدره الأبيض. هنا على الجزر البالستية لدينا العديد من تجمعات الطيور المقيمة، متضمنا بعض الطيور التي يمكن أن تجدها حول الساحل مثل البوبي المعروف. 3 أنواع مختلفة من طائر الغاق الضخم، الغاق ذي القدم الحمراء، الغاق الأسود، والأسود ذي الصدر الأبيض. تتضمن الطيور الأخرى
نوارس بيروية، وكيندور دومينيكي الذي قدم إلى هذه الجزر من الصحراء. هذه الجزر الإسلوس بيليستوس محمية، وهذا جيد، إنه احتياطي بحري ما عدا استغلال روث الطيور. وليس من الضروري أن يكون لك أنف حساس لتعرف بأن ملايين الطيور تأتي بانتظام إلى هذا المكان منذ ملايين السنين وتترك كميات ضخمة من الروث، يمكنك أن تشمه من بعيد، إنه يشكل مخصبا رائعا. السبب في وجود هذه الوفرة المدهشة من الحياة البرية على الإسلوس بليستوس تماما كما في شاطئ البيرو هو كون الماء باردا جدا هنا. إنه تيار هيمبلت ذو الماء البارد القادم من القارة القطبية الجنوبية. إنه محمل بالأكسجين، وهذا يعني وجود أكسجين كاف لتشكيل كميات كبيرة من الحياة الخضراء. هناك غذاء كاف لملايين وملايين الطيور على هذه الجزيرة وبضعة ألوف من أسود البحر. يبدو أنهم يعيشون جيدا في أغنى حياة بحرية في العالم. لكن إذا ذهبت إلى داخل البلاد بعيدا عن الشاطئ إلى الصحراء فإنها نادرة المطر. هذا الماء غني، ولأنه غني فإن الصحراء جافة. لولا تيار هيمبلت البارد لما وجدت الصحراء، ولما كانت كل هذه الحياة البرية الغنية. هذا الرسم في الرمل معروف بالشمعدان. فكرة واحدة، إنها تمثل صبارة سان بيدرو وجدت عن طريق حضارة باراكاس. النظرية الأخرى أن الناسكان الذين جاءوا إلى هنا من الجنوب رسموا هذا الشكل. الركن الأساسي الاقتصادي التقليدي للباراكاس كان مستندا على صيد السمك، بينما استند الناسكان على الزراعة. باراكاس هي كلمة تستخدم أيضا للتعبير عن عاصفة رملية قوية. هذا الرمز مفسر على أنه قدوم هذه العاصفة الرملية. لكن المعنى الحقيقي لهذا الرسم سيبقى لغزا محيرا لا أحد يعرفه. الرسم التصويري لصبار سان بيدرو بطول 200 متر وعرض 100 متر. لعب الصبار دورا ضخما في الحضارة القديمة، لكن السائق أعلمنا بأننا لن نراه على طول الطريق السريع، ولكن هناك الكثير لرؤيته. لدى البيرو ثلاث مناطق مميزة: الساحل، السلسلة الجبلية، وغابة الأمازون. تسعون بالمئة من رحلتنا الممتدة عبر 1000 كيلومتر من ليما هي خلال صحراء خالية. على طول الطريق سنجد أودية نهرية صغيرة من حين لآخر وبضعة واحات لا شيء أكثر. إنها جافة تماما وملائمة للصحراء.
هناك خلاف بين المكسيك والبيرو حول البلد الذي نشأ فيه الصبار. لن أحاول أن أحل هذا الخلاف، لكننا نعلم بأنه قبل وصول الإسبان عرف السكان الصباغ القرمزي، وهو عبارة عن كائن صغير ينمو على الصبار ويعطي لونا قرمزيا قويا للصباغ النيلي. اليوم البيرو هي أكبر منتج للصباغ الأحمر في العالم، وهو يحل محل الصباغ الكيميائي لأنه لون قوي، والملابس المصبوغة به ستبقى مصبوغة بجودة عالية. هذه الساحة الخشبية على الضفة الرئيسية لشنشا، إنهم يبيعون أكوام الأستيراس. إنه بيت مسبق الصنع. نعم، إنها حزمة كاملة منه، إنها تكفي لبناء غرفة كاملة. في مناخ قاحل كهذا ليس هناك الكثير من مواد أعمال البناء. في عصور ما قبل التاريخ، أي قبل 5000 سنة تقريبا، صنعت كل البيوت من هذه القصبات التي تدعى هونكوس. هونكوس؟ نعم، يبنون الحصر، وهم يستعملون هذه الحصر كحجر وسقوف للبيوت. هذا كل ما تجده في هذه المواقع الأثرية. ستجد بعض القصبات والركام، وجد علماء الآثار هذه. أما في المدن الكبيرة كهذه المبنية قبل 2000 سنة، قد بنيت من الطوب كل البيوت الشعبية حوله من القصب. لذا فإن النباتات الثلاث السابقة الأولى التي زرعت في ساحل البيرو كانت القصب للبناء، والقطن للشبكات، والقرع لصنع عربات للشبكات ولحمل المياه. لقد زرعوا المحاصيل الصناعية قبل المحاصيل الغذائية. بالضبط، لألفي عام مضت احتاجوا القطن أكثر من الخزف، ورغم اتساع معارفهم إلا أنهم لم يصنعوا الفخاريات، لأنهم لم يستوعبوا كل ما عرفوه. لذا عاشوا على البحر وصنعوا الأدوات المناسبة للصيد فيه. حسنا، هذه ليست مثل أي ساحة خشب، إنه خيزران كبير يستعملها الناس للبناء. إنها تنمو في صفوف كبيرة وتنمو 7 أمتار في السنة، يصبح قطرها 30 سنتيمترا. إنها أقوى من أي شجرة صنوبرية، لذا فإنه خشب مثالي. وهذا ملائم تماما. يمكن أن ترى بأنه بهذا الرصيد الجيد يمكنك الارتفاع عاليا، إنه تقريبا قوي كالفولاذ. التوقف في بلدة إيكا عرفنا إلى وسيلة نقل جديدة ساعدتنا على اكتشاف كثبانه الشهيرة. كم مرة ركبت دراجة أجرة كهذه؟ مرة واحدة في الهند. في الهند؟ حسنا. نعم، لم أركب أبدا، لأنني لم أذهب إلى الهند أبدا. أظن بأنهم جلبوا هذه العربات فقط منذ 7 أعوام، وقال بأنها راجت في العامين الماضيين. امتلكها الجميع على طول الساحل، فهي لا تعمل في المدن الجبلية، إنها شديدة الانحدار. إنها ليست بمحركات قوية. لا على الإطلاق. نعم، إنها أساسا عربة فيها محرك. حسنا، يا لها من متعة. نعم، وأعتقد بأنها إذا أمطرت سيصبح الأمر صعبا، ونتعرض جميعا للخطر. فيها ستنال قسطا هائلا من الهواء، والذي قد يكون لطيفا جدا في الصحراء. إنها مريحة كمعظم السيارات. نعم، هذا في الحقيقة لطيف جدا، وأنت تعلم بأنه يمكنك مشاهدة مناظر جميلة. الآن الجبال هناك أمامنا، نحن نتطلع إلى ارتفاع 4000 متر. هنا ها نحن في حقول الكثبان على ارتفاع 3000 متر. جبال عالية ترتفع أكثر من 3000 متر. تطبع معظم الدول على عملاتها أشياء ذات أهمية بالنسبة لها، والبيرو ليست باستثناء. على فئة 50 من عملتهم، والتي تساوي 15 دولارا تقريبا، توجد ملاحظة على شكل صورة لواحة إيكا.
هناك واحة كهذه في إيكا. لا شيء يشابهها في هذه الصحراء. نعم ذلك صحيح. لابد وأنها مسكونة منذ آلاف السنين. لم يجدوا أي بقايا أثرية في هذه المنطقة، بالرغم من أنهم وجدوا أشياء مدهشة في باراكساس أو الناسكان. لذا أتساءل، هل كانت هذه الواحة هنا قبل آلاف السنين؟ لأنني لا أستطيع تخيل أن السكان لم يحتاجوا الماء في قلب الصحراء. ولقد جلبوا أمتعتهم إلى هنا بالتأكيد، ومن الممكن أن تكون الواحة بكاملها قد تحركت، وأن تكون الآثار مدفونة تحت الكثبان. الكثبان تتحرك، ويمكنها في بعض الأحيان التحرك عشرة أمتار في السنة. هذا يعني بأن هذه النباتات والأشجار التي نشاهدها الآن حول البحيرة قد تدفن بالكثبان يوما ما. حيثما وجدت الكثبان النشيطة عليهم التحرك بسرعة كبيرة. إنها تحركك إلى هنا، وفي الوقت نفسه فهذا يمكن أن يصيب النباتات بضرر كبير. ليس هناك نباتات هنا لتتضرر. تغطي الريح كل الشروخ، ولا أعتقد بأنها ضارة. حول إيكا لدينا حوالي 14 بحيرة. في جواكاتشينا لدينا كل هذه الكثبان الرملية الجميلة التي تدعى بصحراء كاليفورنيا، حيث يمكن تجربة القيادة الممتعة خارج الطريق بعربات رملية. هذا الجمال الطبيعي جزء من المنظر الطبيعي البيروي. البحيرات وكثبان رمال جواكاتشينا. كم مضى على البشر وهم يدورون حول الكثبان؟ هناك دليل على وجود تجمعات منذ 9000 سنة. 9000 سنة؟ أي حتى نهاية العصر الجليدي. في الآلاف الخمسة الأولى اعتمدوا على البحر. كانوا يستغلون الأسماك الصدفية وكل ما وجدوه على الساحل. قبل 5000 سنة، وبسبب نمو التجمعات، بدأوا بالاعتماد أكثر على المصادر الأرضية، التجارة، الزراعة، والزوارق النهرية. بعيدا عن الكثبان، بعيدا عن الطريق السريع الأمريكي، تاركين الماء الطبيعي الموجود، وجد الناس القدامى الصحراء الخالية، المكان المثالي للتعبير عن فنونهم وإبداعاتهم. اليوم هذه المجموعة الواسعة من النقش تدعى تورو مويرتو. تورو مويرتو التي تعني حرفيا الثورة الميت، واحدة من أكبر مشاهد الصخور في جنوب البيرو. هناك مئات الصخور الكبيرة المنقوشة بالرسوم. البشر والحيوانات كلهم حيوانات أرضية، كما الأفاعي أو حيوانات اللاما أو الطيور الأرضية كالكوندور. نسب علماء الآثار النقوش الحجرية إلى زمن ما بين عام 1000 بعد الميلاد، في زمن وصول الإنكا، أي في عام 1400. هذه الصخور هي رماد بركاني متجمد؟ نعم، هذا ما تبدو عليه. من يعرف أين كان المصدر؟ من المحتمل أنه قذف إلى هنا من بعيد. بالنظر إلى هذه الأشكال على سبيل المثال، ترى أنها على الجانب الصدئ الطبيعي وهو ضارب إلى الحمرة، لكنه ليس دائما فوق. إذن وجد الصدأ قبل أن يقذف الانفجار الكبير هذه الصخور إلى هنا. لقد تغير الرماد قبل أن يهبط إلى هنا. كان الرماد من انفجار وطقس مختلف، وبعد ذلك قذف إلى هنا. من المحتمل أن يكون أكثر من شخص أو حضارة قد خلف هذه التصاميم على صخورهم. نعم، الأيادي والتصاميم الحادة المختلفة، التصاميم الدائرية كما لو نفذتها عقليات مختلفة.
بعد أن ترى بضعة مئات من هذه تظهر الموضوعات، إنها حقا خط الكونغو. إنها حقا خط الكونغو. نعم، إنهم يشبهون تماما الذي رأيناه هناك. نعم، ستفاجأ كم كانت شعبية خطوط الكونغو في القرن الثالث عشر. إن مناطق فن الصخور شائعة جدا في جنوب الأنديز، شمال تشيلي وجنوب البيرو، متوضعة في أماكن قاحلة جدا قرب أودية مسقية من مناطق الإنتاج الزراعي، لكن في مواقع منفصلة. وانتشار موضوع اللاما في بعض من هذه المواقع قاد بعض علماء الآثار إلى ربطه بقوافل اللاما المتحركة بالتجارة بين المرتفعات والمناطق المنخفضة. إذا قارنت هذه الرموز في تورو مويترو مع ناسكا الواقعة في سياق مماثل إلى الشمال بعيدا قليلا، تجد أن الرسوم البحرية في ناسكا توحي بأن شعب ناسكا كان مرتبطا جدا بالبحر. لا شيء من هذه التصاميم يتطلب الكثير من الوقت. أعني هذه لم تكن، لا، إنها تسلية، تسلية حقيقية. شخص ما يقول حسنا سنرتاح لمدة يوم، حسنا دعنا نرسم لنتسلى، حتى تسميه فن الصخور. إنه مفهوم غربي جدا. نعم، أعني لم يكن فنا بالمفهوم الجمالي الممتع، وإنما كان نوعا من التجارب، ولكن كان لها معان مختلفة أو نقوش أو صور. تورو مويرتو متوضع بالقرب من وادي ماجيس إلى الشرق من شاطئ المحيط الهادي. وادي ماجيس يعد جزءا من وادي كالكا وأحد الطرق الرئيسية التي تصل المناطق المرتفعة بالساحل، وهذا يعطي الفكرة بأن تورو مويرتو يمكن أن يكون مرتبطا بالتجارة بين المناطق المرتفعة والساحل. عرف هذا من خلال الأدلة الأثرية. أحد الحيوانات التي تمثل بشكل شائع في التورو مويرتو هو اللاما. انظر لهذا، انظر إلى كل اللاما، انظر لهذا. يا للعجب، إنه مغطى. ألذلك الحيوان ذيل طويل؟ نعم. حسنا، من الممكن أن تمثل الأثر الذي يتركه اللاما. نعم، إذا كان أحد ما تعبا وقال هذه رحلة مضجرة، ورسم انتقال اللاما. الصحراء البيروية قد تكون الأجف في العالم وهي قاحلة، الكثير من الرمل، الكثير من الصخور، القليل جدا من النباتات. بالنسبة لنا على الرغم من ذلك فإنه ليس مقفرا، وكذلك الناس القدماء الذين عاشوا في هذه البيئة المقفرة كانت هذه بيئتهم.